مدام نادية، هناك مقولة أخرى خاصة بالجزئية دي اللي بنتكلم فيها، يعني بنقول يعني هل حقا بتذوب رؤى ومدارس المخرجين في رؤية ورغبة نادية الجندي حينما يعملون معها؟ يعني بصراحة كده زي ما بنقول بالعامي بيتحول يعني الشعار اللي بنقول المخرج عايز كده إلى نادية الجندي عاوزة كده. لا بصي، دي مقولة مش مظبوطة. بصي أنا بحترم جدا أي مخرج اشتغل معاه، بحترم قوي وجهة نظره، وبالتالي أنا كمان ليا وجهة نظري وليا بصمتي وليا إحساسي الشخصي اللي نابع من إحساسي الفني ومن تجاربي ومن حاجات كتير جدا. لا يمكن إن أنا ألغي شخصية مخرج، ولا يمكن مخرج يلغي شخصيتي. لازم يبقى فيه تفاهم، زي ما قلت لك لازم يحصل نوع من التفاهم والاقتناع للأحسن وللأكمل ولصالح العمل أولا وأخيرا، مش لصالح نادية الجندي، لأن يا نادية الجندي هي العمل وهي جزء من العمل، وإذا العمل نجح بينجح بينا كلنا، صحيح. مش بينجح بنادية الجندي بس، بينجح بنادية الجندي وبينجح بكل العاملين في الفيلم وبينجح بالمخرج. فإذن إحنا الهدف واحد، احنا في مركب واحدة، الهدف واحد، هدفنا واحد، نجاح هذا العمل، واحنا تيم ورك كلنا بيبقى هدفنا ان احنا نوصل للعمل ده للكمال. انما برضو اعداء النجاح زي ما قال حسام الدين مصطفى، لما بيلاقوا مجموعة عمل بتنجح وبينجحوا مع بعض على طول ومتفاهمين فنيا، بيحاولوا يكسروا التيم ورك ده، يفرقوه ازاي؟ يروحوا عاملين ايه؟ نوع من الحساسيات، الحساسيات، يروحوا كاتبين حاجه زي دي. طبعا حاجه زي دي تثير ايه؟ المخرج. ايوه المخرج يقول لك ايه؟ يعني انا بتلغي شخصيه، يعني انا كده ماليش شخصيه، يعني انت فاهمه؟ بيحاولوا يستعدوه، نوع من الاستعداء عشان العلاقه تتوتر، العلاقه تتوتر شغل اكثر. عمري ما كل المخرجين اللي اشتغلت معاهم، اديكي جبتيهم وسالتيهم، اشتغلوا معايا بحب وبتفاهم. اذا انا عمري ما بفرض راي لمجرد فرض الراي، انا بقول وجهه نظر، احساس فني انا بحس بيه وبتجاربي وباحساسي بقوله. وبيلاقي صدى في معظم الوقت، بيلاقي صدى عند المخرج وبيلاقي حماس من المخرج، لان بيلاقيه راي صائب. لكن مش معنى كده ان انا بقولكيش ان انا فنانه ملياش شخصيه بدخل، انا عمري ما دخلت زي اي فنانه تانية، خلينا نتكلم بصراحه بقى. أيوه. انا عمري ما دخلت زي في اي فنانه تانية تقرا سيناريو وتدخل تصور، انا ما بعرفش اعمل ده. ده بيدخلوا يصوروا من غير ما يقروا سيناريو، بيدخلوا يصوروا وما مش عارفين بيعملوا ايه، لمجرد التواجد، انهم يبقوا متواجدين. وتقول لك الفنانه فلانه بتشتغل في 3 افلام وفي 4 افلام وبتاع، قال لي انا بتشتغل في 3 4 افلام، ده معناه انها منتشره، يعني معناه ان هي ميزه، ان دي ميزه، ان يعني ان هي ما فيش غيرها على الساحه اطلاقا. اطلاقا العبره مش بعدد ولا كم الافلام اطلاقا، كيف. لكن انا الكيف. ساعه صفا، يمكن هقول لك السيناريو في افلامي بيتكتب 4 5 مرات، عمري ما استسهلت. وانا ممكن استسهل، وممكن بدل ما اقدم اقعد في سنه وسنه ونص اعمل في الفيلم، اقدم في السنه ونص 3 4 افلام، انا هكسب ماديا اكتر. لكن انا ليه مقله؟ لان كل فيلم بياخد من وقتي ومن مجهودي ومن عمري سنه ونص وسنتين، بسيبه لما يطلع على احسن وجه، ببقى مقتنعة تماما. كلنا مقتنعين، المخرج مقتنع، الفيلم حتى لو كتب 4 5 مرات ما يهمنيش الوقت، ما يهمنيش الجهد، ما يهمنيش أي حاجة، لكن لازم في الآخر يطلع بالشكل اللائق اللي الناس ترضى عنه، وإن الثقة تفضل متبادلة بيني وبين الناس. طب إيه الفيلم اللي ما نجحش؟ فإذا كان هو ده بقى ده في نظرهم، دي مش ميزة، ده حاجة سيئة. إن أنا بدقق في اختيار أعمالي، وبدقق في كل كبيرة وصغيرة، وبهتم بكل حاجة في العمل، إذا كان دي بالعكس بالنسبة لهم يعني سقطة، ولا دي يعني أيوه هي سقطة وأنا سعيدة بهذه السقطة، لو دي في نظرهم كده. لا، ما
والله طبعا بالعكس. انا بقى الدقه دي اللي الدقه دي ده ميزه جاي طبعا، وهم بقى مش عارفين يوصلوا لها لان هم ما عندهمش هذا الحس الفني وهم مستعجلين وعايزين يصوروا باي طريقه ويتواجدوا باي طريقه. انا ما عنديش دي، واي مخرج بيتعامل معايا بيتعامل من هذا المنطلق. الناجي الجندي لما بتدقق بتدقق لصالح العمل، العمل ككل صحيح. بس فبعد ما بيشتغل معايا وبيخوض التجربه معايا بيلاقي نفسه استمتع بوقت جميل وبفن حقيقي وبيخش في رحله فنيه جميله بيخرج منها مستمتع جدا. عمر ما كان في اي خلاف بيني وبين اي مخرج.